اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. يلا ماسك كيف السرقه على كل سالو سالو بون لحظه، انا علاش قلت لك كان السرقه؟ خاطر تفهمنا انا اللي باش نتكلم الاول، ديما هي اللي تتكلم الاولى. برافو. دونك سالو سالو، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. اليوم في فيديو باش نحكيو فيه على فازات نتاع العروسات في المغرب في تونس. اخيرا فيديو العرس. اخيرا ما تكلمتش معايا. دونك كيما قلت لكم هي واخيرا باش نعمل فيديو نتاع عرس نتاع العرس. هو الفيديو نتاع العرس علاش قلنا اخيرا؟ على خاطر برشا عباد في لي كومونتير نتاعهم قالوا لنا باش نحطوا معناتها كيلكو فيديو على العرس نتاع المغرب، العرس نتاع تونس، باش نحكيو شويه على الامبيونس اللي عندنا في تونس والامبيونس اللي عندنا اللي موجوده في المغرب، مش عندنا في المغرب، عندهم في المغرب. دونك زيد وزلي على جنب. دونك جات لوكازيون هذا الفيديو اللي باش نحكيو فيه على توسكي عادات وتقاليد وعلى شنو هي لي زيتاب اللي تعملوا في المغرب واللي تعملوا في تونس. مش باش نحكيو فيه، باش نوريكم وي باش تشوفوا تقاليد تونس، باش يشوفوا التقاليد ديال المغرب، والمغاربه باش يشوفوا التقاليد ديال تونس. انا حاولت والله قسم الى العرس فيه 4 سوايع، حاولت نصغر لو ماكسيموم ودرت لكم اختصار على الفيديو ديال العرس ديال المغرب من اول من الاول زعما من دخلنا حتى الاخر ديالو. جيسبر يعجبكم. العرس صراحه كان زوين. حاولت انه يكون عرس مغربي تقليدي 100%. فوالا بدلت فيه دوك الباسي كما معروف عندنا في المغرب. الاول بديت بالحنه، من بعد لبسه بيضاء، من بعد هكا الباسي بدي كولور وحدين اخرين، ودرت اللبسه الفاسيه اللي هي كتكون بحال هكا اللي هي حاجه تراديسيونيل عندنا في المغرب. كاين اللي كيديرها شماليه، كاين اللي كيدير رباطيه، كل واحد شنو كيدير. حنا في اسفي كنديرو الفاسيه. دونك فوالا حاولت نصغر لكم العرس كامل ديال المغرب. غنخليكم دابا على فيديو ديال العرس ديال المغرب تشوفوه، ومن بعد نمشيو لتونس. من بعد ما نكملوا من المغرب نمشيو لتونس. Yeah.
ايوا قولوا لي كي جاكم داك الشيء، كي جاكم العرس، كي جاتكم انا عروسه، شفتوا قداش كنت ضعيفه شتي من نهار تزوجت بك وانا غادي نكون غلط. حطيت لهم الفيديو ورجعت انرجي كبيره والله. المهم خليو لي في كومونتير قول لي كي جاكم العرس، كي جاكم داك الشيء، غتكونوا بيان سور غتكونوا شفتوا الشيخ تيشطحوا. هادوك كانوا مفاجأة العرس، ما كانش في راسي انا، جبت جروب عادي كما كنجيبو في المغرب، وهادوك كان جاب لي بابا واحد الفرقة اللي هو سميتو ولد الصوبة، جو بونس معروف بزاف. شكرا حليمة على المعلومة. كان جابو لينا هو صاحبه بزاف، وكان هاد ولد الصوبة خدم في عرس خوتي كاملين، يعني خواتاتي كاملين وخويا خدموا في عراساتهم كاملين. كمل ديك انت. دونك بابا قال مستحيل بقات كنزه هي الاخرى ما نجيبوش ليها. فوالا دونك جيسبيغ يكون عجبكم عرس المغرب. دابا غادي نوريكم. لا قبل ما نوريكم عرس نتاع تونس، نحب نقول حاجه للعبيد اللي ماهمش مغاربه باش ياخذوا نساء مغاربه. ولا باش نقول حاجتين هما. اذا كانك تعمل عرس في المغرب ما تخممش في الفلوس، أصرف. بالرسمي اصرف. يستاهل حيت فريمون يستاهل. اول حاجه على خاطر يستاهل، سورتو بالنسبه لنا احنا الرجال، احنا الرجال معناتها نشوفوا العرس اللي هو حاجه عاديه، وبعد ساعات نقولوا حاجه زايده. ما اذا كانك باش تعرس بمغربيه وباش تعمل عرس في المغرب اصرف، وحاجه مزيانه 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 على الاخر. سورتو كو انت تبدا داخل للصاله وماكش عارف شنو اللي صاير داخل. شفتو كيفاش داخل وهزتك الشو داخل وفاهم والو كيف. انا شادد هذاك، علاش انا شادد هذوكم، شادد هذوكم وداخل ونقول يا ربي زعما شمل داخل. انا كي باش ندخل وين باش نمشي، مرتي وين، اش قاعده تعمل، برشا اسئله. والمشكله الثانيه انه نقى في برشا عباد بحذايا اللي يبكي واللي ايمي واللي فرحان واللي انا ديجا في ديك الهزه اللي هزتوني في العماري حدا الباب وغادي ندخل وحلومه قدامي الخلعه باش نمشيو لعرس تونس. دابا مازال فيه ما يتشاف. باختصار على عرس تونس، عرس تونس اول حاجه غادي تشوفوا هي سميتها الجلوه. هذيك حنا عرس تونس بعدا حاولنا نديروه اونتر فامي، ودرناه في الدار على قبل ظروف خاصه، جداته الله يرحمها كانت مريضه وكانش خاصنا نديروه بعيد، باش كان حيتاش اللي ما كانش خاصها ديبلاصا من الدار، دونك حاولنا ان نديروه في الجرده ديال الدار باش تكون. بون هو حاجه اخرى، انا احنا خلينا البيجي الكبير للعرس نتاع المغرب، وقلنا في تونس معناتها جوست نعمل حاجه صغيره حاجه عاديه فوالا، مي كل مره تتزاد حاجه، دونك حتى لين كبر ولا شبه عرس كبير ما هذا زوين الصراحه. المهم اول حاجه غادي تشوفوا سميتها الجلوه، ياك اللي هي كيغطيو العروسه وكتبقى دير بحال هكا وكدور. المهم راه غتشوفوني انا تالفه ما فاهمه والو. ومن بعد ديك الليله بحال اليوم في الليل درنا الجلوه ودرنا سواغي هكا وسط الدار مع غير صحاب، وما كانش العائله كامله، كانوا غير صحابهم واختهم. عملناها سهريه تري زانتيم فوالا. والنهار اللي بعده كان هذاك نهار العرس اللي غتشوفوني لابسه فيه واحد لا روب بيضاء. خليكم تشوفوا اجواء تونس. Yeah, but...
شكون اللي عجبو عرس المغرب وشكون اللي عجبو عرس تونس؟ بون هو سامحني هو بالفيديو اللي حطيناه نورمالمون العرس نتاع المغرب هو اللي فيه بزايد اكتيفيتي واكثر اكتيفيتي. اما سامحني الفيديوهات اللي حطيت راني تاع تونس حاولت انني نهز من الفيديوهات اللي انا عندي ولا اللي مصيفطه ليا لحقاش العرس عندنا في واحد السي دي وما عنديش فين نحط اللابتوب ديالي ما كيديرش ما عنديش فين نحط السي دي دونك ما قدرتش نهز من فريمون من العرس. اللي حبيت نقوله انا سي احنا العرس في تونس نورمالمون يكون 7 ايام و7 ليالي كل نهار والتيم نتاعو احنا ما نجمناش نعملوا 7 ايام و7 ليالي على خاطر فما دي زيتاب اللي هما تحرقوا نوعا ما على خاطر سيئة. الوقت كان قصير. الوقت كان قصير وعلى خاطر هي سيئة عملت الحمام نتاعها وعملت الحنة وعملت هذوكم الكل. ثاني حاجة كيما قلت لك انا انفيستي معناتها في العرس نتاع المغرب دونك العرس نتاع تونس جوست عملناه مصغر. مي نورمالمون العرس نتاع تونس يكون كيما قلت انا 7 ايام و7 ليالي العباد تويكا ولات تلم هذوما ليزيفينمون الكل تعملهم في ليلة واحدة. كهو كان شنو عجبك عرس المغرب ولا عرس تونس؟ شوف بالنسبة لي أنا كتونسي عجبني عرس المغرب عجبني عرس المغرب على الأخر مالغري كو احنا العرس التونسي زاد فيه أمبيونس كبيرة ياسر ما حتى العرس المغربي برجولية ياسر حلو ياسر مزيان. العرس نتاع المغرب تحس روحك في فيستيفال داخل تبدل خارج تبدل داخل تبدل خارج تبدل قسما بالليل العظيم دوخوني وليت نحسب في اللبسات باش نعرف روحي باش مروح. ما هي حاجه مزيانه ياسر حاجه مزيانه ياسر. والحاجه اللي عجبتني في العرس انه انا اول مره في حياتي نلبس لبسه التقليديه التونسيه. ايوا اي بصح بالرسمي اول مره في حياتي يلبس لبسه تراديسيونيل تونسيه بعدا عاد نقولوا مغربيه. وكل لبسه واللبسه المغربيه عجبتني وركبتي في العماريه وركبت في العماريه بابا قلت له ما تهبطونيش ما نجيش داخل هذيك اللبسه الفاسيه انا عييت دخلت هو قال لي ما بقاو تضربوا بيا. هنا غنكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا جست بغيت نحكيو لهم شويه لا وغادي يجيهم طويل انا كنتفرج على الفيديو وما تفرقوش خاصنا واحد ربعه الفيديوهات. نتمنى يكون عجبكم الفيديو حاولنا نوريكم شويه من العرس ديالنا وشويه من الاجواء اللي دوزنا ونقول لكم باي باي نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وبيزوات لكم كاملين وما تنساوش بيان سور لايك وجيم وسبسكرايب وكاع داكشي ديالكم زوين وباي باي. هي قالت لكم باي باي انا مازلت قاعد نستنى في الكومنتير نتاعكم. دونك على كل كيما قلت لكم باي باي ميرسي انورميمون ما تنساوش لايك وجيم وفازيت ولي كومونتير سورتو لي كومونتير ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديد باي باي.